هدد يهود الفلاشة من وصول أو بمواصلة الاحتجاجات في حال لم يتم اعتقال الشرطي الذي قتل شابا من طائفتهم قبل نحو أسبوع، وهو الأمر الذي اندلعت على إثره احتجاجات واسعة في مناطق متعددة في إسرائيل. وكانت الاحتجاجات قد هدأت وتوقفت بعد أن توجهت عائلة القتيل الإثيوبي وأصدقائه إلى المحتجين بطلب إيقاف الاحتجاجات حتى انتهاء أيام الحداد السبعة، إلا أن نتائج التحقيقات الإسرائيلية أثارت غضب الشارع مرة أخرى. تتسع دائرة النار في داخل إسرائيل، نيران ما زال إخماد دوائرها عصيا على السلطات الإسرائيلية. احتجاجات يهود الفلاشة ما إن تخمد حتى تتجدد في الأراضي المحتلة. بعد أن طلبت عائلة القتيل الإسرائيلي من أصول إثيوبية تجميد الحراك حتى انتهاء بيت العزاء، عاد الغضب إلى الشوارع. غضب من السياسات العنصرية الإسرائيلية تجاه الإسرائيليين أنفسهم. نطلب من الجميع أن ينظر إلينا بصورة متساوية مع مواطني إسرائيل. أنتم كاذبون وتمارسون ضدنا سياسات عنصرية بعدما اخترناكم. اليوم نقول لكم ارحلوا وسنستمر في نضالنا. أصوات داخلية تتعالى، ترافقها أصابع اتهام موجهة نحو الشرطة الإسرائيلية بمحاولاتها لطمس معالم الجريمة. تسجيلات وثقت عملية القتل من شأنها إدانة الشرطي الإسرائيلي في سجله إشراف على قتل عامل فلسطيني في يافا عام 2006. تسجيلات صدرتها شرطة الاحتلال بالقوة، وأعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش من تبرئة ساحتها، وأصدرت قرارها بأن تصرف الشرطي القاتل كان دفاعا عن النفس. بهذه الكاميرا وثقت كل شيء، وعندما أتيت بالصدفة لرؤية ما حدث قال لي جاري إن الشرطة سرقت الأشرطة وأخفتها. ادعاءات مشككة بروايات الشرطة الإسرائيلية، واحتجاجات على صفيح ساخن تندد فيها الأقلية الغاضبة بالعنصرية اليومية تجاههم، تمييز يعيق تطورات الأقليات في الشارع الإسرائيلي بحسب وصفهم، يشكل فوهة بركان قابل للانفجار في أي لحظة على حكومة الاحتلال وسياساتها. احتجاجات الفلاشة تغط على صورة المشهد في الشوارع المركزية هنا، ليبدو على أن الأمور ذاهبة نحو التهدئة، خاصة أن المعنيين بالاحتجاجات يرون أن وعود القادة في إسرائيل فارغة. فمشتاوى العربي، تل أبيب، داخل الخط الأخضر. وساعتنا الأخيرة متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. إيداع وزير التضامن الجزائري السابق ياسر بركات الحبس المؤقت بتهم فساد.